اول حاجه في الميكانيكال هازرز نتكلم عليها هي الموفينج بارتس. الموفينج بارتس بيسكلي هي يعني دايما يعني ممكن تبروديوس سيفتي هازارد، يعني الحقيقه لو هي ما هياش جاردد، يعني ما هياش لو في حاجه بتتحرك مثلا والحاجه دي لو حد حط صباعه فيها او حط مثلا دراعه فيها وات ايفر، او هو نفسه كان بين حاجتين بيتحركوا ممكن هم يضغطوا عليه ولا حاجه، لازم الحاجه دي تبقى جاردد. جاردد معناه لازم يبقى فيها حاجه تمنع ان الشخص ده يدخل في المكان دوت، وبالتالي دي حاجه اساسيه لازم تكون موجوده. لو بنتكلم على الموفمنت اوف ذا ايكويبمنت نفسها، لو الموفمنت نفسها هي بتعمل انجري، ممكن تكوز انجري تو ذا بيشنت، لازم ان احنا الموفمنت دي تحصل فقط لما يبقى في ضغط على زرار معين باي اوبريتر، كونتينوس اوبريشن اوف ذا كنترول. يعني على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مثلا يعني اي ديفايس من الديفايسز اللي هي مثلا بتستعمل عشان القطع مثلا ولا حاجه، او عشان مثلا تعمل مثلا حاجه زي يعني انتوا عارفين مثلا في بعض العمليات الجراحيه بيستعملوا بعض الادوات اللي بيبقى فيها مثلا حاجه زي دريل مثلا ولا حاجه، فالدريل دي لو ثابت كده والشخص مش واخد باله ممكن هي تاذي الشخص نفسه، تاذي المريض او تاذي الشخص اللي واقف في المنطقه وات ايفر. فلازم الاوبريشن بتاع حاجه زي الدريل لازم يبقى الشخص طول ما هو ضاغط على الزرار يبقى الدريل شغاله، لو شال ايده من على الزرار يبقى معنى كده يبقى هو يعني خلاص خلص اوبريشن، يبقى الدريل تتوقف كومبليتلي عشان ما تسببش اي خطر على الناس اللي موجودين في المنطقه بتاعه الاوبريشن. بنتكلم على اي ميكانيكال كنترول او الكتريكال كنترول، ميكانيكال موفمنت ماست هاف ان ايمرجنسي ستوب. لاي سبب من الاسباب حصل مشكله لازم يبقى عندنا قدره ان احنا نوقف الحاجه اللي بتتحرك بطريقه الكتريكال. يعني مثلا ممكن نتكلم على مثلا لو بنتكلم على التيبلز مثلا بتدخل جوه اجهزه الاشعه مثلا زي الام ار اي زي السي تي، الحاجات دي كلها دايما بيبقى فيها ايمرجنسي ستوب، والايمرجنسي ستوب دي تسمح لشخص خارج الجهاز او الشخص اللي جوه الجهاز نفسه ان هو يعني بيسك يقدر يتوقف ويقدر ان هو يعني لو في اي دامج ولا حاجه يلحق قبل ما يحصل فيرذر دامج. بالنسبه للترابنج زونز، المناطق اللي ممكن الشخص يعني يجيت ترابد فيها، يعني يقدر يعني يدخل فيها او يقع فيها وما يقدرش ان هو يطلع او يسبب مشكله ان هو يقع فيها اصلا ان هو يحصل له فيزيكال انجري، الجابس اللي موجوده فيها عشان تعمل ترابنج لازم تبقى ديزاين حسب تيبل، في عندنا تيبل كده موجوده فيه الاكسبتبل جابس، هي المفروض تكون كامل لكل واحده من الابلكيشنز مختلفه. يعني لو بنتكلم على مثلا البادي نفسه اللي هو جسم الانسان نفسه بيبقى فيه مثلا ما تقلش عن الفتحه ما تقلش عن 500 ملم، يعني لازم تبقى اكبر من 500 ملم عشان ما يحصلش فيها ترابنج، ما يحصلش ان شخص يعني يدخل فيها ما يقدرش يطلع. الهيد بنتكلم على برضو لها دايمنشنز معينه، هي كل واحده من الاورجنز في تيبل موجود عندنا في الستاندرد هو 60 60 1 داش 1، في الحقيقه تيبل فيه كل واحده من البادي اورجنز، ومفروض ان احنا لو الحاجه دي احتمال انها تجيت ترابد في الديفايس يعني المفروض نديزاين الجابس اللي موجوده بحيث انها تكون الدايمنشن بتاعتها كام. لو احنا مشينا على الجايد لاينز دي الحقيقه بنقلل جدا 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 فرص الترابنج. ترابنج معناها ان حد يدخل في منطقه موجوده في الجهاز وما يعرفش ان هو يخرج، فدي طبعا بتبقى مشكله كبيره. بالنسبه للسيرفيسز، بالنسبه للكورنرز، بالنسبه للادجز، دي طبعا بنتكلم على حاجات اساسيه جدا موجوده عندنا في اي جهاز، لازم يبقى فيه سيرفيس، لازم يبقى فيه كورنر، لازم يبقى فيه ادج. فالحقيقه لازم السيرفيس نفسها ما تبقاش رف، الكورنرز ما تبقاش شارب، الادجز لازم تكون يعني بيسكلي يعني اقل حاجه ممكنه بالنسبه ما تبقاش حاده، يعني بحيث ان لما الشخص جيت ان كونتاكت معاه ما يبقاش عنده اي مشكله. الرف سيرفيس طبعا ممكن تعمل فريكشن وده ممكن يعمل ابريجن. بنتكلم على شارب كورنرز ممكن هي طبعا بعض الاحيان ممكن هي تبقى يعني تعمل بانكشر او ممكن هي تعمل مثلا انجري عموما بالنسبه لشخص مثلا لو اصطدم بيها او وات ايفر، نفس الكلام بالنسبه للادجز. فبنحاول دايما الحاجات دي كلها تبقى فيري سموث وتبقى الحقيقه يعني الى حد ما يعني تبقى معموله بشكل كده بحيث ان هو لو جات ان كونتاكت مع الشخص نفسه او مع بيشنت مع الشخص اللي بيعمل على الجهاز على زائر او وات ايفر ما يبقاش فيها خطر عليه.